السلام عليكم خاوتي وخوتتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. اخبار صادمة خاوتي احتحرفوها معنا الان في هذا الفيديو. الجيش الاسباني يتحرك ضد المخزن بعد اطلاق عشرات الالاف من المهاجرين اللي صدموا على السبتوم ليلية. يبدو ان الوضع الان يقترب من حرب. ايضا في الاخبار راح اشارك معاكم حقائق على المروك بخصوص اعتداءاتهم على الوفود الصحراوية والدبلوماسيين. هذه ليست المرة الاولى، إنما في خطرة من المرات قاموا بالاعتداء على امرأة وهي ممثلة للصحراء الغربية. دوك نشارك معكم خاوتي التفاصيل هذه. أيضا في الأخبار إسبانيا تصفع المروك وتقول بأن في الحقيقة المروك في 2017 اعترفت بنفسها بالصحراء الغربية. من جهة أخرى وكنروحوا للجزائر خاوتي، عدنا الكثير من الأخبار الهامة. مشاريع ضخمة راهي معولة تديرها كل من روسيا والصين في الجزائر. في الحقيقة هنالك تنافس الآن بين كل من روسيا والصين على من يحصل على المكان الأفضل في الجزائر. هذا راح نوريكم الآن الخونة تاع الوطن وكيف بالخف يقدر يشريهم نظام المخزن، أيضا كيف الأموال هي اللي تدفع فيهم زعما باش يكونوا معارضين، لأنهم الآن هم راهم ياكلوا في بعضهم. مؤخرا هذه هي أهم الأخبار، وقبل ما نروحوا لها عاونونا بالضغط على زر الإعجاب خاوتي، زر اللايك ما تقدروش تتخيلوا شحال مهم، وزيدوا اشتركونا في القناة راكم بزاف تتفرجوا الفيديوهات تاعنا وماكلوش مشتركين وعليه. ويلا للأخبار. ظهر أمير ديزاد كالعادة، يعني كل ما يحدث حدث هكذا يخرج أمير ديزاد ويجي ضد الجزائر سبحان الله. ومعاه من يجي خاوتي؟ يجي مع نظام المخزن، نظام مطبع بشع. فوق نقولوا صح تتكره النظام الجزائري، وكل نظام عنده عيوبه على حسب الكثير من الجزائريين. صح دوك عليه راك تجي ضد النظام الجزائري مع نظام مخزني مطبع، يعني انو انت شراوك. وتقدر ترمركي حاجة خاوتي في المعارضين، يكرهوا بلادهم بمعنى الكلمة. اي شيء تقوم به الجزائر تلقاهم يكرهوها، تلقاهم يعايروا إما خليف ويجوا مع الناس ضد الجزائريين، تلقاهم يعايروا ايضا الجزائري تاع الجيدو اللي انسحب ادريس. وفي اخر خرجة لهذو المعارضين مثل امير ديزاد قالهم مثلما انا ضد تقسيم بلدي الجزائر من طرف الماك، انا كذلك ضد تقسيم بلدي المغرب الشقيق من طرف ميليشيات البوليزاريو من طنجة للكويرة. رفعت الجلسة امير ديزاد. طبعا الكثير فهم هذا الامر، هذه هي مجرد محاولة لهجوم اخر على النظام الجزائري، ولكن الكثير يرى انه الان راهي بانت باللي نظام المخزني قام بشراء صوت امير ديزاد. فانتم واش راكم خاوتي في هذا الموضوع؟ هل ترون انه هذا الامر حقيقي؟ بخصوص المخزنيين خاوتي شوفوك فدارين، وهذا هو شكيب العج رئيس الاتحادية العامة للمقاولات في المروك. شوفوا راه ديجا راح يعني في الفلسطين المحتلة امام الحائط الباكي ودار الكيبا هذه تاع اليهود، وراه يبدا يبكي على الحائط هذايا. هذا الحركة خاوتي هي حركة للولاء للصهاينة. اذا ماركيتو تلقى الصهاينة يديروها مع كامل الرؤساء الجدد تاع امريكا ولا اي شخصية بارزة في العالم، وكأنه عقد مع الشيطان. الان خلونا نرجع شوي للمروك خاوتي. الان كما على بالكم من هذا الموضوع خرجوا كثير من المواضيع. المراركة كما يقولوا راهم حابين يتأقلموا مع الضربة القاضية تاع الايبو. شوف الوضعية خاوتي تاع انسان يبان عنده طول حياته في الجيدو. السرسو بتاع الظهر هنا تقسم له خاوتي، نضمن لكم ماهوش يمشي سوا سوا والله، رفدوا فتخوا. المهم تروح الصفحات المروكية واش تلقاهم يقولوا؟ تلقاهم يصفقوا لهذا المروكي اللي راه لابس الكوستيمة التشينية، تلقاهم يصفقوا له ليه، دايرين في بالهم باللي في الحقيقة هو اللي ضرب الجزائري. الكراغي لا يظنون ان الغوريلا ديالهم هي اللي طيحت الاسد المغربي، في حين انه الاسد المغربي هو من اسقط الحلو في الجزائري الاصلع، كاهن من كهنة معبد امون. قول والله العالم كله شافها خالتي. الان تروح لتويتر ما زالت ايبو متصدرة الترندينغ. ثاني كانوا يسيو يروجوا باللي في الحقيقة هم الواعرين رغم انه هما اللي داو طيحة الكلاب. قالك لقطة اليوم للمصارع المغربي دار ليها الشدة ديال جون سينا رغم ان الكرغولي غدر بيه. كيما قلت لكم خاوتي راهم يسيو يتأقلموا مع الصفعة اللي داوها الان امام العالم. بخصوص الصفعة هذه خاوتي والحركة الحيوانية اللي قام بها هذا مول الكوستيما القهوية ممثل المروك، هذه ليست المرة الأولى. المروك عندها تاريخ مع هذا الأمر، وهوليك خاوتي فيديو يثبت هذا الأمر لسفير مروكي لدى الاتحاد الإفريقي. وهذه ما عندهاش بزاف خاوتي، عندهم ماضي قادر في الأسلوب والتعاون، عفوا التعامل. وهنا كما راكم تشوفوا هكذا هاجم على السفير الصحراوي لدى جنوب إفريقيا، هذه ممثل المروك شوفوا كيف هاجم على سفير الصحراء الغربية.
سالوبا حيوان سالوبا مي لو بريزيدون فالي با كي لوي دون لا بارول كوم سا اون تران دانسولتي. هذا الحيوان المروكي اخوتي اللي راه يعيط. ها استغفر الله يا ربي. وزيد يقول كلام فاحش امام كما راكم تشوفوا هنايا دبلوماسيين كبار في افريقيا، زيرو احترام زيرو اخلاق، حيوانات زريبه، كي شغل ندخلوا حمار داخل قاعه تاع المثقفين. سامحوني خليكم تعاودوا تسمعوها ولكن باش تشوفوا حقيقه المخازنيه كي دايرين. هذا بنادم خاوتي شتوهم يصبروا في التاسع الغربي ما ديرش عليه حيوان هذاك وما تقلقيش روحك معاه. خاوتي دي ما عندهاش بزاف يعني غير في 2022 صرات، بس تشوفوا يعني عندهم تاريخ مع التصرفات الحيوانية والكلام الفاحش. هذا البغل خاوتي هو نفسه اللي ثاني بدا يقول نفس الكلام في اش اسم هذيك اليابان، ولكن خرج فيه الجزائري قال له شوف هاو السرولي هبط لك، قالها له هكا بهذه الكلمات. خاوتي والله الفيديو دوك راح لي برك، ولكن راكم سمعتوها راهي ترندينغ، تحب تلقاها وين تحبوا. اش راكم خاوتي في هذا الموضوع؟ في الخبر الاخر وبخصوص المروك وعدائهم الصحراء الغربيه هذا البشع، في 2017 المروك بروحها اعترفت بنظام بالصحراء الغربيه. الان خاوتي هذا صحيفه تاع الاندبندنت الاسبانيه واش هي تقول هنا في العنوان تاعها؟ تقول عندما اعترف نظام المخزن المغربي شهر جانفي 2017 بالجمهورية العربية الصحراوية. هاليك كون لو ماروك ريكونيسي لا ريبوبليك صحراوي. ليس هذا وحسب خاوتي، بل زادوا اذن جبدوا من الصحيفة الرسمية تاعهم الادلة على هذا الامر. هذا الجريدة اللي راكم تشوفوا فيها معايا الان خاوتي هي الجريدة الصحيفة المغربية وهاليك هنا لا دات 31 جونفي 2017 هاليك روايوم دو ماروك. وفي هذا الجريدة هنا خاوتي كانت تتحدث على الاتحاد الافريقي وهاليك يعني المقر الرباط. شوفوا من هي الدول اللي كانت معاهم؟ البريزيدون دو لا ريبوبليك اغاب صحراوي ديموكراتيك. هنا خاوتي راهي اعترفت المروك بالصحراء الغربية في 2017، اعترفت بروحها هي. صراحة هذا الامر احنا الجزائريين ما تولهنالوش، ولكن فاقت بهم الصحيفة الاسبانية وفرحتهم. انتم واش راكم خاوتي في هذا الامر؟ الان نروح نحكي لكم على الفضيحة الاخرى، فضيحة الهجوم تاع المغاربة على على السبتة ومليلية. كما قلنا لكم هي خطة من المروك للرد على الاهانة اللي تعرضوا لها نهار جات وزيرة الدفاع الاسبانية الى السبتة ومليلية. الان قنوات العالم كلها خصوصا القنوات الإسبانية أصبحت تتحدث على هذا الموضوع، يعني بأن بلدهم الآن تعرض إلى الغزو من طرف المغاربة. وشوفوا الآن كيف راهي رياكت هذا المروك، راهم يقولوا مبهدلتوا بينا. والله يا خوت فيكم الحق، قلب دبابكم العادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نواعي الشباب المروكي هذا خاوتي راهو زعفان من الشعب تاعو، زعما قال لهم بهدلتونا علاه ديرونا كيما هاك قدام العالم. هاري قال القنوات العالمية خاصة إسبانية لا حديث فيها سوى حول هروب العائلات المغربية سباحة نحو مدينة سبتة الإسبانية لطلب اللجوء في فضيحة عالمية يمكن أن تؤدي لسقوط النظام. أيضا خاوتي هذا الأمر إسبانيا مش راح تسكت عليه، راح تقوم الآن بإرسال الجيش الإسباني من أجل إرجاع كل هؤلاء المهاجرين. طبعا المروك اللي سمعت بهذا الخبر حول قدوم الجيش الإسباني ورجوعه اترعبت. وشوفوا شبدات الصحف المروكية تتحدث، شوفوا شاي تقوله.
تمكنت القوات العمومية بمدينة الفنيدق من إحباط محاولات للهجرة السرية انطلاقا من مدينة الفنيدق قام بها مغاربة وجزائريين، لا عليك تحصل الجزائريين وآخرون من جنسيات مختلفة، يعني شغل بعد في الحقيقة حنايا المروك كنا نحاولوا نحبسوا دوك المهاجرين، وذوك المهاجرين اللي جاو لإسبانيا هذوك ماهوش مغاربة، هم كاينين معاهم جزائريين. قالك وأوضح مصدر مطلع أن القوات العمومية أفشلت الأحد محاولة للهجرة السرية عن طريق السباحة انطلاقا من شاطئ مدينة الفنيدق، مبرزا أن هؤلاء الشبان استغلوا كثافة الضباب، وتوافد الزوار على المدينة من أجل مباغتة القوات في حراسة الشواطئ. وصح خالتي إذا شفتم معايا الفيديو كان هنالك الكثير من الضباب، الأمر اللي سهل الهروب لهؤلاء المهاجرين. كما على بالكم واضح الأمر، واضح المغرب هي من أطلقت هذوك المهاجرين باش يروحوا للسبتة ومليلية. الآن سيتحصل في الجزائر أمنوا لا ريحوا، ولكن الجيش الإسباني سيتعامل مع هذا الأمر. ثم شاكم خاوتي في هذا الأمر، وشاكم في الورطة اللي طايحة فيها المروك، خبروناكم في التعليقات. في الخبر الآخر هناك تنافس كبير جدا وشديد بين كل من روسيا والصين على من يحصل على أفضل الموانئ. في الحقيقة الصين سبقت روسيا للحصول على موانئ رائعة في الجزائر، وهو ميناء شرشال والذي سيكون أكبر ميناء في إفريقيا وسيستقبل ملايير الدولارات من السلع اللي راح تدخل وأيضا تخرج من الجزائر نحو الصين، ولكن أيضا نحو مدن أخرى. الصين راهي معولة تمول الميناء 100% بدراهمها مقابل استغلال نسبة مئوية من الصادرات اللي راح تدخل وتخرج من الجزائر. طبعا هذا ليس تحكم، وإنما الميناء هذا خاوتي راح يكون غالي بزاف. الروس عجبتها الفكرة وخمت الدير بالمثل، راهي معولة تفتح موانئ ليس في الجزائر فحسب وإنما في مصر السنغال وتنزانيا أيضا. وطبعا الجزائر بحكم أنها الآن ترحب بكامل الاستثمارات الأجنبية تحت شرط قانون 51-49 فستستقبل الاستثمار الروسي بفرح. من انتم خاوتي يشاركون في هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. قبل ما نختم هذا الفيديو خاوتي شوفوا كيف ديروه، تهبطوا الان في القناة تاعنا في خانة الوصف هنا ولا في اول تعليق، تهبطوا حولك اول تعليق تلقوا الرابط، تكليكيوا على الرابط خاوتي يديكم لقناتنا الاحتياطية، هذا الفيديو تاع قناتنا الاحتياطية. الله يحفظكم خاوتي، شاهدوا فهو فيديو مهم للغاية، ديروا ايضا اللايك وايضا اشتركوا لنا هنا في القناة، هذا الامر مهم للغاية. كما كنت وعدتكم في السابق هذه القناة راح تولي القناة رقم واحد في الجزائر وبيناتنا ليام خاوتي، واسمها YTDZ2. روحوا الان خاوتي ديروا لها اللايك، دوك راهي فيها 426 لايك، راهي فيها 3100 مشترك، راهي فيها 1200، راني حاب تعيشوا قبل ما يخلص النهار تفوت ال 2000 لايك، والاشتراك تفوت 3500. نتكل عليكم خاوتي، الله يحفظكم، راح تدعمونا بزاف. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.